الموسم ال 12 عباقرة المدارس ومباراة مهمة في دور ال 32، والحقيقة أنا مش راضي على النتيجة خالص. ليه بقى؟ انتوا كمدرسة شاركت قبل كده، ولكن انتوا كطلاب بتشاركوا لأول مرة والرهبة باينة عليكم. هنطلع بره الرهبة، اتفقنا؟ مدرسة عمر بن الخطاب متألقين، أصحاب خبرة بيخطفوا البزر من بعض وبيهزروا وبيضحكوا وجايين ينبسطوا، ومحمود قالها من الأول احنا جايين ناخد الكاس بإذن الله. خلينا نشوف يا رب. النتيجة 80 عمر بن الخطاب، 10 منية المرشد. ومنية المرشد عندنا تغييرين، محمد عصام نزل مكان أحمد شريف، وآية غازي نزلت مكان وفاء نصير. ازيك يا آية؟ تمام الحمد لله. انت عايز تبقي دكتورة، ولكن ايه موضوع الكتابة ده؟ بتكتبي ايه؟ بحب اكتب في الحاجات الاجتماعية اكتر، وخصوصا المشاكل اللي بتدور حولنا وازاي ان احنا نفكر في طريقة لحلها ونتخلص من الموضوع ده، خصوصا الاجرام زي الاتجار بالبشر وحاجات زي كده. جميل جدا، ربنا يوفقك. محمد عصام، ازيك يا محمد؟ الحمد لله يا مستر. مهندس اتصالات، ناوي على ايه؟ ناوي انا ومحمود اخويا ان شاء الله في نفس المجال، نعمل يعني شغل كويس ان شاء الله. ناويين بعدين نفتح لو شركة خاصة، نكون من أعلى مستويات إن شاء الله. ربنا يوفقك. طبعاً أنت شايف أداء فريقك، تفسر ده بإيه؟ هو مشاركة أول مرة فالموضوع موتر بالنسبة لهم، فإن شاء الله هحاول إن هو نطلع في السكور شوية إن شاء الله. ربنا يوفقك. حصل عندنا تغييرين في عمر بن الخطاب، مريم محمد نزلت مكان سما ماجد، وكرولو السامح نزل مكان محمود فرج. ازيك يا كرولوس؟ ازيك يا مستر. ازيك يا مستر، بصوا مبتسم وسعيد وسعاده. طبعا معاه 80 نقطه، دي اول حاجه. تاني حاجه انه بيشارك كتير في العباقره. اتعودنا بقى. اتعودنا بالظبط كده. ولو بيجي للاستوديو يحضر ماتشاته، يعني مش بس بيشاركوا معانا، لا كمان بيجوا كجمهور. مريم، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. دكتوره ان شاء الله. ناويه تتخصصي في ايه؟ أسنان. طب أسنان. طب أسنان خلاص؟ يعني بحب المجال ده. إيه اللي حبيبك فيه بس؟ هو في حد أعرفه يعني دخل المجال ده فأنا حباه يعني. حكالك عن المجال فأنت حبيتي المجال. بتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. نرجع لماتش النهاردة والفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. أربع أسئلة، واحد لواحد، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. يوسف وهبة، هبة ويوسف، وسؤال في المعلومات العامة، والنتيجة بعيدة، ومحتاجين منية المرشد ترجع تاني في المباراة. أيوة، إيدك على البزر واخطفه بسرعة قبل هبة، مش هتديك فرصة تتنفس. معلومات عامة، والسؤال هو: من هو أول مطرب يتم وضع صورته على طابع بريد مصري عام 1958؟ عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ، إجابة خاطئة. كان بمناسبة مرور 35 سنة على وفاته. دوس على البزر. محمد عبد الوهاب. يا راجل، 35 سنة على وفاته، سنة 1958. شيل من 1958، شيل منها 35 سنة، هيبقى عبد الوهاب ازاي؟ سيد درويش. طبعا طبعا، إجابة خاطئة. كان على فئة العشرة مليم مين يا محمد؟ سيد درويش. طبعا سيد درويش. تفضلوا، أول سؤال ما يجاوبش. آية وكرولوس، كرولوس وآية، وسؤال في الرياضة، ومنزلين آية في الرياضة. نفسي أعرف مدبسينك في الرياضة ليه؟ بس بذاكر فيها شوية يعني، عارف. كان الله في عونك. كرولوس حريف كورة يعني. رياضة، والسؤال هو: من هو أول لاعب ألماني حصل على جائزة الكرة الذهبية عام 1970؟ جيرد مولر. كان هداف بطولة كأس العالم 1970 بعشر أهداف، جيرد مولر. إجابة صحيحة. هارد لك يا آية. اوعي تقولي لي يا آية ان الإجابة كانت عندك. صح. ما كانتش عندك.
مرام ومريم، مريم ومرام، والنتيجة بقت 90-10. مرام محتاجين العشر نقط دول. إيديكي على البازر. تكنولوجيا والسؤال هو: في أي ولاية أمريكية يقع المقر الرئيسي لشركة AT&T والتي تعد من أكبر شركات الاتصالات في العالم؟ اتأسست 1885. كاليفورنيا. كنت واثق إن أول حاجة كاليفورنيا، وكاليفورنيا إجابة خاطئة. مرام، عايز أقولك على معلومة: الشركة دي إيراداتها وصلت لأكتر من 180 مليار دولار في 2020، حاجة مش عادية. عندك إجابة؟ دوس على البازر. جورجيا. جورجيا إجابة خاطئة. تكساس. تكساس. أيوة بالظبط كده، في تكساس. هارد لك، تفضلوا. محمد عصام، محمد ربيع. محمد عصام، حاول تخطف من ربيع العشر نقط دول. أيوة أنا بشجعهم، واضحة وصريحة. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 76 في 8 ناقص 23 في 9 يساوي كام؟ فات 5 ثواني. خلاص. 101. إجابة صحيحة. محمد عصام برافو عليك. 401، وهارد لك يا ربيع، خطف منك العشر نقط. بقت النتيجة 20 منية المرشد، 90 عمر ابن الخطاب. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. طبعاً الأسئلة بتعتمد على السرعة. إيدينا على البازر علشان اللي عنده الإجابة يدوس على البازر بسرعة. سينما ومسرح، والسؤال هو: من هو الفنان الذي قام بدور أمير في فيلم المركب؟ إجابتك. أحمد حاتم. محمود حط إيديه على دماغه ومش عاجبه. محمود مش راضي، مع إن أحمد حاتم إجابة صحيحة. من إخراج عثمان أبو لبن؟ أبو لبن. عشانات 100، عمر بن الخطاب، منية المرشد 20. أغاني موسيقى، والسؤال هو: من قام بغناء تتر مسلسل يتربى في عزه؟ جمع عباس. كرولوس، مين اللي كتب يتربى في عزه؟ لا مش عارف. يوسف معاطي. تمام. واخراج مين؟ مجدي ابو عميره. اسماء مهمه جدا، والحقيقه المسلسل ده مسلسل جميل. الدكتور يحيى الفخراني تالق في المسلسل ده، وكريمه مختار راحله العظيمه الله يرحمها. كرولوس طبعا اجابه صحيحه. هشام عباس الإجابة الصحيحة. 10 نقط، النتيجة 110. عمر بن الخطاب 20، منية المرشد. لوحات ومعالم، والسؤال هو: بالصورة أحد متاحف القاهرة، فما هو؟ مساحته 33 فدان. متحف المومياوات. أنا فاهم أنت قصدك إيه، ولكن ما اسموش كده. إجابة خاطئة. بيضم أكتر من 50,000 قطعة أثرية، وتم افتتاحه في 2017. متحف المصري الكبير. بشكل جزئي. لا. طبعاً إجابة خاطئة. في الفسطاط، المتحف القومي للحضارة المصرية. آخر سؤال في الفقرة في سرعة البديهة، والسؤال هو: كم عدد المعلومات الخاطئة
في النص بالصورة. إجابتك؟ اتنين. هما إيه؟ هو ما اتولدش في كولومبيا. اتولد فين؟ في الأرجنتين. في الأرجنتين. وفرانكو ده كان ديكتاتور إسباني. إسبانيا. أيوة. بس أنت محظوظ الحمد لله. عشان قلت اتنين. إجابة صحيحة. مكان الدكتاتور باتيستا. محظوظ. خدت 10 نقط هدية. النتيجة اتغيرت 120. عمر بن الخطاب 20 منية المرشد. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 100,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 280,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.